بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية الأولى وأكن السلام. وقرن في بيوتكن جاهلية الأولى وأكن السلام. وأكن الصلاة وآتين الزكاة أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن إن الله كان لطيفا خبيرا. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لرب بك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.